تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة الحرس الملكي بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته رعاه الله كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته، حيث شهد جلالته أيده الله برنامج المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي. بعد ذلك تابع جلالته رعاه الله وقد استهل الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، في هذا اليوم يتشرف الحرس الملكي بمقدم جلالتكم الكريم، وبهذه الرعاية الدائمة من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لفعالية ختام مسابقات الحرس الملكي الرمضانية للأنشطة الرياضية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم العريف عبد العزيز أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
صدق الله العظيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة، نستأذن جلالتكم ببدء فعاليات اليوم الختامي لمسابقات الحرس الملكي الرمضانية بنهائي مسابقة كرة القدم على المركز الأول بين فريق كتيبة الحرس الملكي العاشرة وكتيبة الحرس الملكي العشرون. انطلق قبل قليل الشوط الثاني من مباراة كرة القدم النهائية بين فريق كتيبة الحرس الملكي العاشرة باللون الأزرق وكتيبة الحرس الملكي العشرون باللون الأخضر، وتشير النتيجة بتقدم الكتيبة 20 بنتيجة 1-0. سيدي حضرة صاحب الجلالة، تتم الآن إعطاء شارة الانطلاق لمنافسات مسابقة الجري لمسافة 2 كيلومتر للضباط يشارك فيها عدد 21 ضابط من مختلف مرتبات الحرس الملكي. المتسابق الحارس على المركز الأول في مسابقة الجري للضباط الملازم مبارك الدوسري من مرتب كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11. المتسابق الحائز على المركز الثاني في مسابقة الجري للضباط الملازم عبد الله الشيخ من مرتب قوة الحرس الملكي الخاصة. وصول المتسابق الحائز على المركز الثالث في مسابقة الجري للضباط الملازم فهد الزعبي. وقد تابع جلالته رعاه الله المسابقات الرياضية العسكرية المختلفة التي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والكفاءة العسكرية وروح المنافسة الشريفة، وتؤكد ما يتسم به رجال الحرس الملكي من جاهزية مميزة ولياقة بدنية عالية وروح المثابرة والتحدي. العمل الجماعي وتحتاج إلى القوة الجسمانية وقوة التحمل واللياقة البدنية العالية. Thank you.
وفي الختام تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة، حيث هنأهم جلالته متمنيا لهم استمرار التوفيق. شاكرا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وجميع منتسبي الحرس الملكي على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص، وما يتمتعون به من روح معنوية رفيعة ولياقة بدنية ومستوى احترافي وجاهزية قتالية فائقة. مشيدا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله بمواصلة الرجال البواسل من الحرس الملكي لأداء المهام النبيلة المكلة لهم متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان مع أسلحة قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وما يقومون به من مهام سامية لتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز، وما يحققونه من نجاحات وانتصارات متواصلة تدعو للفخر والاعتزاز بهم جميعا.
ومن جانبهم رفع ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبادلهم جلالته التهاني بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها. حضر الاحتفال سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان.